صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذين يستهزئون بدين الله وعباد الله الصالحين عن طريق المسلسلات وغيرها، هل هم منافقون خلص أم أنهم ينصحون؟ هؤلاء ليسوا منافقون خلص، هؤلاء مرتدون. الذين يستهزئون بالقرآن أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال منافقون، قال مرتدون، وهم أسوأ من المنافقين. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه ردة والعياذ بالله، كفرتم بعد إيمانكم، كانوا مؤمنين في الأول فلما وقعوا في ذلك ارتدوا والعياذ بالله. نعم.